اللي قال اللي المعارضة حبت تطلع روح الترويكا لكن طلعت روحها. هذا كلام عيب، عيب بالمنطق الأخلاقي، عيب عليه بالمنطق السياسي بالنسبة للمعارضة. ونحن حزب الوطني الديمقراطي الموحد ونحن في الجبهة الشعبية عمرنا ما كان عنا نية أن نطلع روحها حتى حد للحكومة لا غيرها. نقول له سيد رئيس الجمهورية أنت لاجئ سياسي لدى حركة النهضة، وأنت سجين ذلك القصر الذي حلمت به معناها حلم طفولة، وحتى صراعك مع ابن علي إلى حد الآن معناها يظهر وكأنه مشكوك فيه كان من أجل أنه تنال ذلك المنصب لا غير.